اعتصام اعتصام اعتصام. طلاب العراق قلب الثورة النابض، من جديد يؤكدون في محافظة واسط مواصلة التظاهر والاعتصام والإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب الثورة. إضرابنا عن الدوام حيستمر لحين تحقيق المطالب، أما اغتيال الناشطين والطلاب والصحفيين اللي دا يصير فإحنا نقول لهم الموت واحد الموت مية، إحنا قافلين على القضية. ولأنهم جزء أصيل من ثورة تشرين فقد انضموا إلى ساحة الاعتصام في الكوت لينادوا مع باقي العراقيين بمطالبهم الوطنية. نحن نبحث عن الكرامة ونبحث عن الوطن، الوطن الذي للجميع، الوطن الذي لن يختص بطائفة معينة ولا يختص بقومية معينة، وطن السنة، وطن الشيعة، وطن الأكراد، وطن الأيزيدي، وطن كل طوائف الشعب العراقي. وفي ساحة الاعتصام تنتهي الطائفية التي حاول الفاسدون غرسها في نفوس الناس لتعلو قيم الإنسانية والكرامة الوطنية، فالكل هنا عراقيون فقط. اليوم كنا كعراقيين متواجدين نتظاهر لأجل مطالبنا الواضحة اللي هي مطالب وطن. كل العراقيين اليوم حاضرين يد واحدة متكاتفين مع بعض حتى يطالبون بوطن واحد، وطن موحد بعيد عن كل الأحزاب الفاسدة، بعيد عن كل الفاسدين، بعيد عن كل التدخلات الخارجية. المعتصمون في الكوت مثل كل العراقيين في ساحات الاعتصام يعون جيدا مناورات السياسيين ويرفضونها ويؤكدون أن مطالبهم ثابتة. نتظاهر من أجل إعادة الهوية الوطنية أولا، لأننا افتقدنا الهوية الوطنية منذ أن جاءونا على ظل الدبابة الأمريكية، فهؤلاء مرفوضون وسنستمر حتى تتحقق الأهداف حتى لو قتل. والآن الكرة هي في ملعب وساحة البرلمان العراقي، حتى مو رئيس الجمهورية، لأنه المعرقل الرئيسي للرئاسات الثلاث هم البرلمان. وتستمر يوميات الثورة في شوارع العراق مؤكدة أن هذا الشعب أراد لنفسه الحياة، فلا شك أنه سيفرض إرادته ويحقق ما يصبو إليه من حرية وكرامة إنسانية.